بالنسبه للدقله سنا صوام هذا طلعت معدل دينار على الكيلو على الصوام نتاع عام ناول، والكاليتي نتاعها اقل من عام ناول. سنا والله الدقله الجوده نتاعها خايبه برشا وما ماهيش لك كل، والاسعار زاده غاليه ياسر على المصر سيرتو في بلادها هنا حاجه ماهيش عاديه تباع كان برا، معناها ما فهم حتى بونيس اللي انت في بلاد تمر، معناها سوا من الدقله سنا غاليه. علاش؟ على خاطر ثم برشا حاجات، ثم هي اول حاجه هي جت شاحه شويه، ثاني حاجه ثم اللي بيه قاعدين يشرو فيه الدقله بالاغلب، انا ما عندي الفلاح ديريكت، هما خلوا معناتها رفعوا السوق، الفلاح يساعدوا باش يبيع لهم اللي هما ديريكت ب 4000 ولا 5000، خير ما متى يهبطها للسوق يقصها ويهبطها للسوق يتباع باقل، معناتها كانت تباع ب 2500 في السوق المارشي جروب ولا ديريكت يبعثها للي بيه يساعدوا خير. تمر تعب ياسر شايح ويابس، اللي يخلي معناها ما ثماش التمر اللي كان معناها موجود قبل، يقول لك الدقله نتاع الدقله الذهبيه ما عادش موجوده بالنسبه للسلام، ما ثماش. بالنسبه للاسعار، الاسعار هذه يا حبذا قال هربوا ليبيا، خلي هربوا وين يحبوا، لكن التمر موجود، كان تمشي لسوق الجمله تلقى التمر موجود بكثره وماهوش قاعد البيع، ماهوش قاعد يمر بال كما يلزم. الاسوام مناسبه، ثم شويه جوده، نقولوا احنا ثم الغالي وثم رخيص انواع، اللي يحب يشري رخيص يشري، اللي يحب يشري الغالي يشري، معناها والحاجه السمحه ديما غاليه.